السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا حبايب؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. شباب، هذا شمر، هذا الشمر، وهذا حب أسفله. الله سبحانه وتعالى أكرم لي وسخر لي شخص نصحني إني أستخدمه، الشمر والحب السوداء. أخذ من الشمر بالثلاث الأصابع أو بأصبعين مرتين، والحب السوداء واحدة مرة، يعني اثنين لواحد. حطه في يدي وأمضغ على الريق، أمضغ وأمضغ إلين طحن، وأشرب راكاسة ماء. من فضل الله سبحانه وتعالى اليوم لي سنين أعاني من حاجة اسمها الأملاح واليوريك أسيد والنقرز، اليوم لي أكثر من شهر من فضل الله سبحانه وتعالى، وسويت تحليل مرتين من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني خلال 6 أسابيع تقريبا، شهر ونص أو أكثر شوية، كله تمام. وبأصحى الصباح رجولي يعني الحمد لله لينة، ما هي كانت مصلبة إلينا الواحد يدخل عزكم الله دورات مياه وزي كده. فهذه نصيحة لكم، وانشروها حتى آلام المفاصل عندي راحت، اشهد الله، يعني عن تجربة، ما حد يعني أقول لكم فلان أو شيء زي كده. وجزا الله خير اللي نصحنا واللي بينشرها إن شاء الله. شوفوا يا شباب زي كده، هذه كمية الشمر وهذه كمية الحب السوداء، على طول على يعني تمضغ بفمك، واحد يتحمل الطعم شوية، يمضغ تماما لمدة نص دقيقة أو أقل، ويشرب وراء كاسة موية على الريق. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله اللي بيعانوا من الأملاح واليوريك أسيد في الدم أو في البول، الله يعزكم، وآلام المفاصل وتحجير وتصليبة الأقدام في الصباح، الواحد يوم يقوم وراحة في الصلاة خاصة في الجلوس في التشهد، بإذن الله فيها فائدة عظيمة بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق.